يا إلهي، هذه الأهداف اللي نبغيها، هذه الأهداف اللي نحبها. يا سلام على الروعة، فينيشنج عالي جميل، إنهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. والآن يحصل على ما يستحق، كرة المباراة موثقة بهاتريك جديد. سجل هدفان يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. التمريرة الحاسمة المميزة كانت الأساس في التسجيل. يضرب الثلاثية، يضرب الهاتريك في مباراة اليوم.